حديث العاشر، ده حديث جميل جدا، وهكذا جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ده الناس تأخذ منه فوائد، لو ما في المجلس إلا الحديث ده اللي هو العاشر ده كفاية. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز فيه كويس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. حديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، وفيه ترغيب وفيه ترهيب. الترغيب في الأمور الطيبة وفي الأشياء الطيبة، والترهيب من أكل الحرام وأخذ الحرام، وأن هذا سبب من الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله تعالى طيب. قال ابن عثيمين: طيب في ذاته سبحانه وتعالى، طيب في أفعاله، طيب في صفاته وأوصافه وتشريعه، أو ما يأمر به وما ينهى به. الله تعالى طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. عشان كده لما تجي تقدم حاجة لله قدمها طيبة، قدمها طيبة نظيفة، والله ما تقدم حاجة ملخبطة. في الإنفاق: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما الخبيث ضد الطيب، والعلماء قالوا ما أي خبيث نجس، دي فائدة وخذها، ذكرها ابن عثيمين، ما أي خبيث نجس. نقول لك كسب الحجام خبيث، هل معناه حرام؟ ما حرام. وهنا: ولا تيمموا الخبيث منه، دي خليها، كذب الحجام دي خليها، دي خليها الآن، خليها اتركها، يعني بتحتاج لتأكد إلى آخره. أنا الآن معلومة بقى فيها هنا نوع ظن، لكن خذ بس الآية دي: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. الخبيث ضد الطيب. زول عنده جلابتين، واحدة جديدة وسمحة، واحدة فيها شوية كذا قدمت، قال لك ما تعزل دي، تقدمها، تقدمها لله القديمة دي، وإنما تأخذ شنو؟ آية، تأخذ ديك، دي لو قدمتها بجوز، لكن ما تعزل، ما تعزل. هو كان بدي ساي، كان زول بدي ساي، بدي السمح والكذي، ما مشكلة، لكن عزيلة عديل. يقول لك ديل خليهم، بنحتاج لهم مناسبات كثيرة، ودي حقهم يتصدق بين. انت والله ما تدي شنو؟ هنا الخبيث ليس المقصود به النجس، قال ابن عثيمين: وانما الخبيث احيانا يطلق على الرديء، وان كان حلالا مباحا وهو في اصله طيب. يعني ما اي خبيث معناه نجس وكعب، وانما هو الرديء، الرديء، واحيانا ياتي بمعنى الخبيث النجس السيء. دي مسألة، بتلقى الكلام ده في الأرض، وبتلقاه في الأشخاص، هاي بتلقاه في أشياء كثيرة. يعني في الأشخاص قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. في المقابل قال شنو؟ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. في ناس خبثة وفي ناس طيبون، وذيل مرات تلقاهم في المجتمع المسلم، عشان كده بتجي الفتن تنظفهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث
الخبيثة من الطيب. تجي الفتن بتهز بتنظف الناس بتخلي ديل يمشوا بيجاي وديل يمشوا بيجاي. مرات بيجي الكلام ده في الكلام ذاته. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة شنو؟ طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا إله إلا الله كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أن النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء العلو. وكذلك لا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومثل كلمة قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة شنو؟ خبيثة، كلمة الكفر والشرك والخبث والسوء. شفت كلمات الكفر دي كلها خبيثة. اتخذ الرحمن ولدا خبيثة، إن الله فقير ونحن أغنياء خبيثة، كلمات الشرك كلها خبيثة، كلها الموجودة الآن والزمان كلها خبيثة. كون أعلاه وأسفله في طي قبضتنا كفر بالله تعالى، كفر بالله تعالى وغيره. مرات بيجي كقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. تلقاه كثيرة مسألة الخبث والطيب في القرآن تجد ذلك. طيب لا يقبل إلا طيبا، قدم لله شيء طيب، الشيء اللي فيه لخبطة ما تقدمه، نظيف خالصا ومتبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والمرسلون قمة الناس وأعلى الناس منزلة كما بيّن الله تعالى في القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وقوله أنعم الله عليهم دل على أن هؤلاء هم أفضل الناس الذين ذكروا في هذه الآية، وذكرهم بترتيبهم، قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك شنو؟ رفيقا. وهذا فيه إبطال بعض القواعد السيئة التي تخالف النقل والعقل، كقولهم: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. طبعا باقي الآية: إني بما تعملون عليم، في سورة المؤمنون. يا أيها الرسل كلوا، بعد أن تأكلوا من نعم الله تعالى اشكروا الله بالعمل الصالح، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فأنت بعد أن تأكل تشكر الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، بقية الآية: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، في سورة البقرة. سورة البقرة يعني الأولى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. هنا الثانية: كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا، الأولى: واعملوا صالحا، والثانية: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فدل على أن الإنسان يشكر الله تعالى بالعمل الصالح وبالعبادة. اعملوا آل داود شكرا، الأولى ذكرت العمل والثانية ذكرت الشكر، والثالثة دي ذكرت العمل والشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ان تشكر الله بالنعم، الله داك نعمة تشكر بها الله سبحانه وتعالى، داك صحة حركها في الدين
فيما يرضي الله تعالى. داق علم تنشر، ده من الشكر. طيب، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. ابن عثيمين قال لي فيها أربع أشياء، فيها أمور ولي أربعة تدل كلها من محسنات الدعاء، وكلها تجعل العبد في منزلة يتقبل الله دعاءه. يطيل السفر، السفر من أسباب الإجابة. أشعث أغبر، أشعث، الشعث دائما بيكون في الشعر، في الشعر، ويكون في الثوب، وأغبر القدمين وأغبر الجسد. قال يمد يديه إلى السماء، ده السبب الثالث. لو دعيت الله من غير ما تمد يديك الله بيستجيب، إلا ما أنت مد يديك شنو أقرب، في خارج الصلاة طبعا. الأمر الرابع يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يتوسل لله بربوبيته سبحانه وتعالى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كلها بتلقى الربوبية في الغالب. إذ تستغيثون ربكم، وأيوب إذ نادى ربه. طيب، قال لكن المنع من استجابة الدعاء بعد الأربع أشياء دي، ذو المسافر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وأربعة يا رب يا رب، بعد ده ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يعني الملخص المكسب بتاعه حرام، لأنه المأكل المطعم والمشرب والملبس ده كله والغذاء ده كله عن طريق المكسب. الزول لا مكسبه حرام بس، ولا بيتعامل مع الناس اللي بيتعاملوا مع الحرام، وديك فيها تفصيلة الثانية دي. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، إما أن مطعمه ومشربه في أصله حرام، أو أنه في فعله صار حراما. في أصله حرام كأن يأكل الخنزير، في أصله حرام كأن يشرب الخمر، وإما عن طريق شنو الفعل، الأصل الحل لكن هو عن طريق الحرام أتى به، ودر ده الأقرب، لأن زول الأكل خنزير ولا شرب خمرة في فترة معينة والشدة بينتهي من جسده أو يكاد ينتهي، لكن هذا الذي يأكل عن طريق الحرام لوس نفسه، ده الحرام باقي في عنقه. عشان كذي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. طيب الحديث فأنى يعني فكيف، كيف يستجاب له، رواه مسلم. الحديث ده فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الله تعالى طيب، طيب. قال الشيخ العباد ومن أسمائه الطيب، الطيب بعض الناس يسموه الطيب لكن ده ناقص لأنه بشر، أما الله تعالى فهو متصف بصفات شنو الكمال، ودي من الأسماء ما فيها، لكن في أسماء اسم خاص، أسماء خاصة به كالرحمن سبحانه وتعالى أو الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، والأسماء الأخرى التي يعني فيها هذا الأمر هذه تليق بالله تعالى من ناحية الكمال، وهنا من ناحية النقص بالنسبة للمخلوق. والطيب قال العباد المنزه عن النقائص، ده الطيب، يقول الطيب المذهب تلقى اسمه الطيب، مرات تلقى بتاع مشاكل وسكر ومصائب ثقيلة، فما ما ما شنو، لكن من أسماء الله الطيب، وهو طيب في ذاته سبحانه وتعالى وفي صفاته وأفعاله إلى آخره. طيب، من الفوائد أن الله تعالى أمر المؤمنين وأمر المرسلين بعد الاستفادة من النعم أن يشكروا الله تعالى بالعمل الصالح،
بالعمل الصالح. من الفوائد أيضا أن هناك موانع لاستجابة الدعاء، ومنها أكل الحرام. أصل الدعاء ده في أربع أشياء تمنع استجابته، منها أكل الحرام، ومنها الاعتداء في الدعاء، يعتدي في الدعاء، يسأل الله بأمر قضي أو بأمر محرم. أمر قضي كأن يقول اللهم اجعلني نبيا، والأمر ده قضي خلاص، ختمت النبوة، ختم عهد النبوة. أو يسأل الله، يعتدي بأن يسأل الله الحرام، يقول اللهم وفقني للحرام الفلاني، أن يفعل الحرام الفلاني. ثلاثة من موانع الدعاء أو من موانع استجابة الدعاء العجلة، الاستعجال. يقول دعوت فلم أرى يستجب، شنو؟ فلم أرى يستجب لي. بعد ذاك ثاني في موانع من موانع الدعاء أن يدعو بقطيعة رحم إلى آخره، وأن يدعو وهو غير موقن يسيء الظن بالله تعالى أن الله لا يستجيب له. هذه أمور كلها تمنع من استجابة الدعاء. طيب الزمن جاء، لو في سؤال أو سؤالين نسمع، لو ما في إن شاء الله. هنا ذكر مجموعة تاني من الفوائد ذكر الشيخ العباد، لكن نحن اختصرنا. الرحم ده كل الأهل، الرحم ده بيدخل فيها كل الأهل، كل الأهل. لكن بعد ذاك هن درجات، هن درجات. يعني قرب الرحم بيوجب يعني ما لا يوجبه البعد. يعني انت بتصل الوالدين أكثر مما بتصل شنو؟ أولاد الخالة، أولاد العمة. فكلما اقترب الرحم وازداد فهو شنو؟ أولى بأن يوصل. في رحم داخلين في النصاب في الميراث، ورحم ما داخلين، فديل الداخلين ديل أولى من غيرهم. بعد ذاك شنو؟ جارية مجرى العرف في كونه تصل كل شهر كل سنة، دي مجرى العرف. الشريعة ما ذكرت فترة معينة، لكن مجرى العرف، عرف الناس المعتدلين المستقيمين، أو عرف الناس المعتدلين شنو بعد ذاك بتمشي عليه. وإذا زدت على ذلك فهو خير، فهو خير. دي تصلهم بالتلفون، الزول اللي عنده النية يصل الرحم لكن ما عنده استطاعة، وذيل بيتصلهم بالتلفون كذي. حتى لو زول ما قدر بعد ذاك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. عثيمين قال بعض الناس يوصلوا بالكلام، بالإحسان إليهم، بالذهاب إليهم، وبعضهم يوصل بالمال. نوع من الأرحام مشيت له وذاته بتضايق، ما تقول ما بمش له، تمش له تصبر، لكن اديته قروش بتكيف جدا. ده تديه، ان الله اداك مال تديه. تفضل. لا تديه في اجر اكثر. الزكاه اي نعم، خصوصا السلطان او ما ينوب عنه او ما يعطوه. اي نعم، دي متجر كويس، بفرض عليه الزكاه هي اصلا حسب كيف. نعم، آه نعم. فحكم مثلا نقوم عليه فرض. نعم. ثم يعلم كم زكاة أو بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب. آه نعم. حاصل سواء ألف تجر سواء. آه نعم. وهذا آه ال 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 الحاكم عليه بالظاهر، الظهر له، بعد ذاك يأخذ منه شنو؟ الزكاة. يحدد المال بلغ النصاب، وكم من الأصناف اللي بياخذوا منها الزكاة يأخذ. بعد ذاك المسألة دي جزاك الله خير مهمة جدا، اللي هو ما بيكفي انك انت بس ترضي شنو الحاكم. اذا جاء وضع زكاة معينة، نظر وضع زكاة معينة فيما بدر له واخذ الزكاة، انت تديها بنفس طيبة، حتى لو هم بعد ذاك بيمشوا بلخبطوا فيها دي، انت ما عليك شيء، انت تذنب عليهم هون. دي واحد.
اثنين في أشياء تعارفها وعارف إنه ده ما ياهو النصاب، في حاجة ناقصة، يعني مفروض النصاب يكون أكبر من كذي، فده إنت بجوز لك توزع على شنو؟ على المساكين القراب أو الناس اللي بيستحقوها من الأصناف الثمانية المعروفة دي، بجوز توزع شنو؟ توزع الباقي اللي تعرفته وهم ما شالوا منك، بجوز أي بجوز، لكن شنو؟ بجوز هاي هاي بجوز بجوز، لكن تخدته في موضع، يعني ما مازالت عاطفة، يعني ما بتخدته في مستشفى، مستشفى مش باب خير وصدقة، ما بتخد فيها الزكاة، ما بتخدته في مدرسة مثلا، دي موضع نقاش في سبيل الله سبحانه وتعالى. في السبيل دي بعضهم دخل فيها العلم في كتاب اسمه الفقه الميسر، لكن انت تاخد شنو الشيل، ما في وصلا خلاف ولا نقاش ولا اجتماع، تديها لمسكين لفقير لزول مطلوب عليه دين، دي من الغارمين تديها له الى اخره الاصناف الثمانيه. فهي ما مازال كونه حتى انت الدار توزيعها براك دي وما عرف الحاكم، دي ما مازال مبنيه على شنو؟ مجرد العاطفه ولا اي زول محتاج، انما في المواضع المعروفه التي جاءت في الايه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الايه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.